أنا ما عمري شفت واحد يخطب يعلم الناس إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ليست في المسجد. وين؟ إذا خرجت من المسجد هل تقيم ما عهدت الله عليه؟ إقامة الصلاة يعني ليس إقامتها في وقتها، هذا أداء الصلاة في وقتها. أنما إقامة الصلاة أثرها عليك إذا وقفت الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين، قد قلتها فسجلت وأجلت وجئت في يوم لا ريب فيه ووضع الكتاب، قد قلتها ما شاء الله أن تقولها، وحينما خرجت ماذا فعلت؟ أنا لا أريد أن أبكي في هذا الموضوع لأن فيه كثير أهمله. إذا خرجت من باب المسجد حلفت بغير الله وسلمت القدر للجن والعين والسحر، فأيها إياك نعبد وأيها إياك نستعين، أقم قيامك كي لا يكون غاشية طعام ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. كذلك الركوع، من قال سبحان ربي العظيم فقد شهد على نفسه بعظمة الله. إذا خرج من باب المسجد يدخل يده في جيبه لينظر هل تخرج بيضاء من أموال الناس، هل يبر والده، هل يسلم جاره بوائقة، هل يمط عن الطريق عائقة، فمن هو العظيم؟ سبحان ربي العظيم. هذه الشهادات الأربع في الصلاة، شهادة الخلي على نفسه أن الله واحد وأنه عظيم وأنه علي وأن له رسول يطاع بأمره، هذا هي ما يسمى بفهم الدين. ولذلك إذا أقمنا الصلاة فأقمنا الدين. لو أقمنا الركوع لأكلنا في شوارعنا من نظافتها.